غيابك عن الشركة سوى لنا شوية قلق. وهالقلق على أي مستوى؟ الموظفين ولا المدراء؟ على جميع المستويات، وعلى المستوى العائلي بعد. بس أنت تعرف إني أنا ما أحب أدخل المواضيع العائلية بالشغل. مو في حالتنا. هنا الشركة والعائلة مرتبطين ببعضهم، مثل التصاق التوائم. وانت لوين تبي توصل؟ أبوصل للسبب اللي خلاك تختفي فجأة، والسبب اللي خلاك تظهر فجأة. خايف علي ها؟ صدقني، اللي خلاك تظهر فجأة ومع جويرية وللمرة الثانية، طبعا بخاف عليك. وانت خايف علي منها ولا خايف على نفسك؟ السؤالين إجابتهم واحدة. شنو هي الإجابة؟ يقولون شيبان الله يرحمه ومغفر له، قلب الموضوع براسك 1000 مرة قبل ما تحط ثقتك بحد. وهذه نصيحة ولا شنو بعد؟ هذه معلومة تاريخية كانوا يتداولون بهاك الزمن. اسمع يا زيد، بقول لك شغلة. أنا صدق إني ولد البهيتاني، لكن ما تربطني فيكم لا مشاعر ولا ذكريات. أنتوا دخلتوا حياتي فجأة، أو خلني أقول إني أنا اللي دخلت حياتكم. يعني بكل بساطة ما أعرفكم، طبيعي إني ما أثق بولا أحد فيكم. شوف يا ولد عمي، عمري ما تعاملت مع أحد بعاطفة ومشاعر، واللغة الوحيدة اللي أفهمها زين هي لغة مصلحة وبس. يوم إنك ما تثق في أحد، شوف مصلحتك مع من، تعامل معه على هذا الأساس. وأنت تشوف مصلحتي مع منو؟ شخص واحد بس اسمه زيد البهيتاني. يعني شلون يا فهد؟ نخلي أخوك يتورط وحنا عارفين إنه في مصيبة مخبيها عنا؟ يا جدتك فين؟ ما يحتاج كل هالتوتر. احتمال يكون لا في مصيبة ولا في شيء. شلون ما في مصيبة ولا شيء؟ يعني ممكن تكوني سمعتي غلط. ولد، تراي للحين أنا ما خرفت، وللحين عقلي في راسي، وشوفي وسمعي أقوى منك. أنا إذا النملة تمشي أسمع صوت خطواتها وأعرف وين هي رايحة.